زيد نزال شاب زي شباب كتير انجذب لتطبيق التيك توك وشدوا عالم الفيديوهات، لكن مش علشان تضيع الوقت أو مجرد الهزار. بس يجي يسألوك عني يا ريت تجاوبهم وتقولهم إنه أنا اللي خيبت ظنه بطريقة خليته يكش مني. حق مو علي، حق علي أنا. اختار إنه يكون كلمة حلوة تطبطب على أي شخص في عز أزمة، وده كان سر شهرته، رغم إنه لسه في العشرينيات من عمره ودرس الصحافة والإعلام، لكنه فهم إن عالم العلاقات الإنسانية محير وكبير. من هنا بدأ في نشر فيديوهاته على التيك توك اللي بيتكلم فيها عن دنيا العلاقات الإنسانية وإزاي نتعامل مع بعض، ووجه فيديوهات للمرأة تحديداً علشان يدعمها ويعترف بدورها. أحياناً في ناس بيجوا عليك حياتك بيعلموك كيف تعرف قيمة نفسك منيحة. والله اكتشف زيد موهبته وعرف يوظفها، وفهم الطريق اللي يقدر بيه يوصل لقلوب الناس بمعلومة مفيدة وكلمة طيبة.